تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمركز مارينا العالمين السياحي عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 2 مليون جنيه رشوة من أصحاب الشواطئ المؤجرة بمارينا مقابل غض البصر عن سداد مستحقات الدولة والتي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات مقابل الاستخدام المخالف للشواطئ بالمنطقة. يذكر أن المتهمين ظلوا يساومون ويضغطون على مستخدمي الشواطئ وهددوهم باتخاذ الإجراءات القانونية إن لم يسددوا مبالغ الرشوة المحددة منهم.